لبنان، النصر اللبناني اللي نحن مفتقدينه فعلا، كله فصحى 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 وقصائد كلها فصحى. هذا الشيء النصر اللبناني لازم نفتخر فيه كثير نحن. اسمحوا لي اقدم لكم، بطلب من عميد جامعه ملوك الحرف معالي السفير دكتور طلال حداد يتفضل عنا على المنبر. مساء الخير جميعا واهلا وسهلا فيكم. انا كثير كثير مبسوط على هذا الحضور، هذا الجمع الكريم يلي نحن بنرفع راسنا فيكم. طبعا بدي احب الشكر لمن لحن وغنى هذا الحفل، الشاعر طانيوس اندراوس والشاعر حيدر غدار، اهلا وسهلا فيك، والشاعر شاعرة الارض كاتيا نصرة، والاستاذي ميرفت شلهوب. طبعا انا هلا بدي بس اقدم قصيده بهذه المناسبه لحتى تكون فعلا نحن مجموعين هون كاخوه وكادباء ومثقفين ونرفع راس لبنان فيكم وفينا. شحست الحرف ظني معركة وملوكم في حرب الضاد قد عزموا، وما أتينا بقافلة إلا من سحر الكلمات حروفا قد تلعثموا. ها نحن قد أدرنا ظهورنا للوهم، فلا تميتنا سهام اليأس فكروا أو نظموا. نردد في النفس ما بال قلوبنا مضطربة، هل هو الحنين، هل هو حنين السطور يا ترى؟ أجابني القلم في هذا الجمع قد وحدتنا بلدة، سألت صيد حياء راحت تبتسم. عرفت جواب شعرا قالها في خجل، نظرت حولي وكل الجمع قد علموا. وكأن الملوك لا تخفى على أحد، فالعرب والعجم منا الشعر تتعلموا. شكرا لكم. وطبعا انا يعني باسم جامعة ملوك الحرف النقدية، باسم سفيرة السلام والنوايا الحسنة الدكتورة مناضية، انا احببت طبعا من ارض الكنانة من مصر نائبة مجلة ملوك الحرف الالكترونية كلفتني باسمها انه انا رحب فيكم، وبذلك لم آتي من طرابلس يعني هيك على الفاضي، فأحببت أنه أنا أكرم قادة هيدا الجمع، أحببت أن أكرمهم بشهادات تقدير صادرة من جامعة ملوك الحرف النقدية، وألف مبروك سلفا للشاعر العظيم الأستاذ يلي دعانا ورفعنا الرأس به بذكر اسمه الأستاذ الشاعر طانيوس أندريوس. هل يتفضل؟ إن شاء الله ألف مبروك. الشاعر الكبير يلي هلا اطربنا الشاعر حيدر غدار، فليتفضل استلم شهادته. ان شاء الله الف مبروك جميعا. نعم. بحب اذكر انه جامعة ملوك الحرف النقدية اللي هي لها علم وخبر ولها كثير من النشاطات على ارض طرابلس، على فالوغة وصلنا بطير دبة، والآن نحن الآن معكم. فلتتفضل شاعرة الأرز كاتيا نصرة، أهلا وسهلا فيك، إن شاء الله ألف مبروك.
الشاعر العظيم الأستاذ تاج الملوك، أسميتها الأستاذ ميرفت شلهوب، فلتتفضل. ألف مبروك إن شاء الله. طبعا في الأستاذ العظيم نيكول حاج، ولكن لا يعني ممكن بالسيارة تكون الشهادة ما بعرف منها موجودة معك. فنحن الآن كجامعة ملوك الحرف النقدية منتوج الأستاذ نيكول الحاج كتاج الملوك وسفيرة الثقافة والأدب وأهل الفن. تفضل نسلم عليك، يعني نحن نفتخر فيك طبعا، وألف شكر عليك على هذا الحضور. طولت عليكم أنا، وإن شاء الله يعني إلنا دعوة إلكم، بتشرفونا بتنوروا طرابلس الشام. نحن طبعا نكسر جميع الحدود المناطقية، لا فرق بين طرابلس والجنوب ولا البقاع ولا الشمال. نحن كلنا بيجمعنا الثقافة، بتجمعنا الأدب، بتجمعنا السلام. طيور الحمام البيضاء ترفرف فوق رؤوسكم. تشرفت فيكم، ممنونك من قلبي كتير عشهادة حسن التقدير. وهلأ يا صحابي فرحان، وإن الفرحة بدي طير. شكرا لكم سعادة السفير طلال حداد عميد جامعة ملوك الحرف النقدية والوفد المرافق على مبادرتكم التي زرعت في نفوسنا السعادة والفرح. وشكرا لجامعة ملوك الحرف النقدية بكافة أعضائها على ما تقدموه تجاه ترسيخ مفهوم الثقافة والأدب ونشر روح السلام بين الأمم. وأيضا إن قلنا شكرا فالشكر وحده لا يكفي، كل المحبة والتقدير لسفيرة السلام ومستشارة عميد جامعة ملوك الحرف النقدية الأديبة الدكتورة منى ضياء، التي فتحت أبواب الياسمين في وجه كل من أحب الحرف وكتب الإبداع وعملت على نشر الثقافة في العالم العربي. كما نشكر الشاعر المخضرم الأستاذ محمود حمود الذي شرفنا مع الوفد المرافق لعميد الجامعة. أهلا وسهلا بكم في بلدتكم عين الضلب، وبدورنا نقدم لكم درعا تذكاريا من أبناء عين الضلب بلدة فرحي، عربون وفاء ومحبة وإخلاص، ولكم منا كل المحبة والتقدير. تفضلوا. عربون شكر وتقدير، منقدم هالدرع التذكاري من أبناء بلدة عين الدرب، أبناء الجنوب، إلى السفير والدكتور طلال حداد.
قدم. شعرك حلو وشعرك حلو وكله هنا يا ألف أهلا وألف سهلا يا منى، أكبر شرف والله العظيم، والله أكبر شرف لما أنا مني إلك أقدم شهادي مني إلك يا منى. منى وأنا بدوري بقدم لك شهادة شكر وتقدير.